جمع البيانات وعرضها وتمثيلها عايزين نعرف مع بعض يعني ايه جمع البيانات يعني ايه الكلام ده يعني ايه جمع البيانات الانسان بيحتاج الى جمع البيانات حتى يفهم ما يحيط به ويتخذ قراراته بناء على البيانات اللي جمعها ومن اساليب جمع البيانات عندنا رقم واحد الملاحظه رقم اتنين التجارب واخيرا الدراسات الميدانيه هنبدا نتكلم عن كل واحده لوحده اول حاجه عندنا من اساليب جمع البيانات ايه الملاحظة؟ يعني ايه الملاحظة؟ لو احنا عندنا سجلنا عدد التلاميذ المترددين على الكانتين بتاع المدرسة في فترة الراحة اللي هي الفسحة يوميًا لمدة أسبوع وبدأنا نسجل الكلام ده في صورة جدول عملنا هنا مثلًا أيام الأسبوع أيام الأسبوع وهنا كتبنا عدد التلاميذ وبدأنا نكتب ربوع الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وهكذا، وبدأنا نسجل عدد التلاميذ في كل يوم، عدد التلاميذ المترددين على الكانتين، بالتالي هنبدأ احنا كده نلاحظ حاجة، يبقى احنا كده بدأنا نسجل وندون البيانات اللي عندنا ديت، ونبدأ نلاحظ من خلال البيانات اللي احنا سجلناها ديت، ونستنتج استنتاجات، مثلاً هنعرف اليوم اللي تردد فيه أكبر عدد من التلاميذ على كانتين او اقل عدد من التلاميذ ونبدا نفسر الكلام ده تلاقي البيانات اللي احنا سجلناها ديت هنبدا نلاحظ حاجه ثانيه نبدا نلاحظ عدد التلاميذ الذين يترددون على الكانتين يعني يعني بيحضروا طعام ومشروب من منزلهم ونبدا من الملاحظات ديت نستنتج استنتاجات معينه ممكن نشاط تاني احنا نعمله مع نفسنا في البيت ممكن كل يوم نبدا نسجل درجات الحراره مثلا في الصباح الباكر وممكن في وقت الظهيره وممكن مساء لمده اسبوع نبدا نسجل الثلاث قياسات ديت يوميا الصباح الباكر وفي الظهيره والمساء يومية أسبوع مع الأخذ في الاعتبار إن إحنا عندنا درجة الحرارة معتدلة حوالي 22 درجة، فنبدأ نسجل وندون البنات اللي عندنا ديت، ونبدأ بقى نستنتج استنتاجات، هل درجات الحرارة معتدلة أم منخفضة أم عالية؟ الإجابة على السؤال ده هتكون من خلال الاستنتاجات اللي إحنا استنتجناها أو دونناها في الجدول، ممكن نستنتج برضه نوع الملابس المناسبة لارتداء في هذا الأسبوع، عندنا تاني أسلوب هو أسلوب التجارب أو التجريب، يعني إيه التجارب أو التجريب؟ التجريب ده من الأمور الأساسية اللي بتمكننا من المعرفة الجديدة ومن الإلمام بكثير من الوقائع والحقائق في الكون والتعرف على بيانات لم تكن معروفة لدينا من قبل. مثال توضيحي لو احنا عندنا أصيصين فيهم نبات أخضر مورق وجينا على أصيص فيهم وغطيناه بغطاء معتم بحيث لا يصل إليه ضوء الشمس. دي وهنزود كل واحد فيهم نحط لكل نبات فيهم ماء وسماد وهنعرضهم للهواء وهنسيب الكلام ده نسيب الاستيصين دول لمده اسبوع هنلاحظ ايه بقى هنلاحظ ان في خلال نهايه الاسبوع ان النبات اللي هو مغطى بغطاء معتم يذبل وتصفر اوراقه عندما لا يصل اليه الضوء فلا يستطيع ان يكون غذائه وهذه معلومه جديده حصلنا عليها عن طريق بقى عن طريق التجريب احنا بدانا نجرب جربنا بايدينا واستنتجنا استنتاج تالت اسلوب معانا وهو اسلوب الدراسات الميدانيه كثيرا ما نحتاج الى معرفه راي الناس بنبقى محتاجين نعرف رأي الناس في شيء ما عشان نبدأ ناخد قرارات في ضوء هذه المعرفة، فمثلا كثيرا ما تسأل محطات التلفزيون تبدأ تسأل مشاهديها أو بصورة أدق تسأل عينة منهم عينة منهم عن البرامج المفضلة لديهم مسلسلات افلام برامج دينية برامج اطفال اخبار برامج رأي منوعات الى اخره وقد تستطرد في سؤالهم عن المواعيد المناسبة يعني انا محتاج مثلا برنامج كذا طب محتاجه في وقت ايه؟ ده كله بيبدأ يبني عندي استنتاجات معينة فالدراسات الميدانية ديت اسلوب من اساليب جمع البيانات ببدأ اجمع البيانات من المشاهدين اللي هم مثلا بيتفرجوا عليا بعد كده انتوا نقطه تانية عرض البيانات وتمثيلها واستنتاج معلومات عنها لو عندنا مثلا مثال لو احنا لو سال معلم الفصل تلاميذه ان يذكروا له عدد الكتب التي يقرؤونها خلال العطله الصيفيه وامكن تسجيل اجاباتهم على النحو التالي مثلا لو جه المعلم في الفصل بدا يسال تلاميذه كل واحد قرى كام كتاب خلال العطلة الصيفية؟ نبدأ نسجل الإجابات ديت على النحو التالي. دلوقتي إحنا عندنا أول جزئية من صفر لأربعة، هي دي عدد الكتب، وبعد كده عندنا تسجيل لعدد التلاميذ، وبعدين هنا عدد التلاميذ. إحنا عندنا من صفر لأربعة. من صفر لأربعة، فبدأ يسأل كام واحد قرى من صفر لأربع كتب خلال الأغاني الصيفية؟ فبدأ عندنا عندنا 17 تلميذ، 17 تلميذ، عشان ندونها بنعمل كده، آدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر رفع ايده سبعتاشر واحد بدأنا نعمل بنعمل اربع شرطات والشرطة الخمسة لهم بيبقى دول المجموعة دول خمسة مع بعضهم فبدأ يسأل مين اللي قرى من خمسة لتسعة فرفع ايده تسع فبدا يسجل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمنية، تسعه فسال تاني من اللي قرا من عشر لاربع عشر كتاب فسأل... فرا... فبدا رفع ايده على التلاميذ فبدا يعد واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه ثمانية تسعه عشره حداشر فرفع ايده حداشر تلميذ بدأ يسأل تاني من اللي قرأ من خمستاشر لتسعتاشر كتاب فرفع ايديهم واحد اتنين تلاتة اربعة رفع ايده اربع تلاميذ بدأ يسأل من اللي قرأ من عشرين لاربعة وعشرين كتاب فرفع ايده على التلاميذ فعدهم لهم واحد اتنين لهم اتنين بس طب فسأل من اللي قرأ من خمسة وعشرين كتاب فأكثر فرفع ايده تلميذ واحد فقط طب احنا نبدأ نلاحظ يبقى من هذه البيانات في المجموعات نبدأ نلاحظ بقى فنبدأ نلاحظ إن كل مجموعة من المجموعات دي بتتكون من خمسة فممكن نيجي نسأل أسئلة ما عدد تلاميذ هذا الفصل أنا عايز أعرف كام تلميذ في الفصل ده فأبدأ أعد سبعة أه 17 زائد 9 زائد 11 زائد 4 زائد 2 زائد 1 يبقى دول مجموعهم كلهم عدد التلاميذ ممكن اجي اقول لك رتب مجموعات الكتب التي يقراها تلاميذ هذا الفصل تنازليا في جدول فنبدأ نجيب تنازليا من الصغير للكبير ممكن سؤال تاني اوجد اوجد اكبر عدد من التلاميذ في الجدول وكم من الكتب يقراها كل منهم فلنبدا نشوف اكبر عدد التلاميذ كان فين كان هنا في اول واحده اهو بيقراوا من صفر لاربع كتب دول اكبر عدد من التلاميذ وممكن بنستفيد من البيانات ديت في إيه تاني ممكن نستفيد من البيانات ديت في تجهيز كتب مناسبه بمكتبه المدرسه عندنا جزئيه تانيه وهي تمثيل البيانات بالاعمده والاعمده المزدوجه لو احنا عندنا جدول بيبين الجدول عدد المشتركين في الانشطه المدرسيه عندنا انشطه مدرسيه نشاط رياضي نشاط اجتماعي نشاط فني نشاط ثقافي من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي باحدى المدارس الابتدائيه يبقى احنا كده عندنا اربع انشطه وكل نشاط في عدد من التلاميذ عايزين نبدا ندون الكلام ده في صوره اعمده واعمده مزدوجه أول حاجة بنعمل خط رأسي زي الخط ده كده ومكتوب عليه عدد التلاميذ وبعدين بنعمل خط أفقي زي ده كده وبندون عليه نوع النشاط فاحنا عندنا كام نشاط؟ عندنا أربع نشاطات نشاط رياضي نشاط اجتماعي نشاط فني نشاط ثقافي وعندنا عدد التلاميذ 45 25 30 15 ممكن أبدأ أبدأ من صفر واحد اتنين تلاتة لغاية لما أوصل إلى حد ما إلى إلى رقم يكون يكون كل البيانات ديت موجودة عليه لكن عشان ابدأ من صفر واحد 2 تلاتة هستغرق مساحة كبيرة جدا ممكن الاحظ حاجة ان هم ماشيين عبارة عن خمسة واربعين خمسة وعشرين يعني دول كلهم خمسة ومضاعفات ممكن ابدأ اتحرك في كل خطوة في كل خط افقي خمسة يبقى صفر خمسة عشرة خمسة وهكذا وابدأ اسجل الكلام ده في صورة مستطيلات طويلة زي ما هبدأ مع بعض كده فعندنا النشاط الرياضي عدد التلاميذ في كام؟ النشاط الرياضي اهو، عدد التلاميذ في كام؟ هنلاقي عدد التلاميذ في خمسة وأربعين تلميذ، نبدأ نتحرك من هنا كده، لغاية الخمسة وأربعين، وأدي كده دونا النشاط الرياضي. طب عايزين ندون النشاط الاجتماعي الاجتماع فيه كم تلميز. النشاط الاجتماعي فيه كام تلميذ هنلاقي النشاط الاجتماعي في 25 تلميذ يبقى بنبدأ نتحرك كده من اول من اول خالص برضو كده لغاية الخمسة وعشرين ادي كده دونا طيب ده كل واحدة بلون كده مثلا طيب النشاط ايه تاني عندنا النشاط الفني في كام تلميذ في 30 تلميذ نبدأ نتحرك من اول خالص كده لغاية التلاتين هنا كده عندنا بعد كده نشاط الثقافي فيه خمستاشر تلميذ يبقى كده لغايه الخمستاشر. 15 كده احنا قدرنا نمثل البيانات ديت بالاعمده يبقى احنا بقى عندنا بيدينا جدول زي الكلام ده كده وفي بيانات عندنا ببدأ انا اسجلها ادون واحدة على الراسي وواحد على الافقي وابدأ اطلع بالاعمدة بالاعمدة زي ما احنا عملنا كده. نشوف مثال تاني عندنا يبين الجدول التالي عدد ساعات المذاكرة لكل من سعاد ومحمد خلال ثلاث اسابيع متتالية. بيقول لي استكمل الجدول ثم استكمل تمثيل البيانات بالاعمدة المزدوجة. يبقى احنا عندنا الدرس اللي فات ده كان اعمدة كان اعمدة لكن دلوقتي عندنا اعمدة مزدوجة عندنا اول حاجة الاسبوع الاسبوع الاول الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث وبعدين عندنا الاسماء سعاد ومحمد احنا عندنا ايه عندنا الجدول ده عدد ساعات المذاكره لكل من سعاد ومحمد خلال ثلاثة اسابيع يبقى احنا عندنا ساعات المذاكره نبدا نحدد حاجات عندنا عندنا ساعات المذاكره وعندنا خلال ثلاثة اسابيع عندنا هنا الاسابيع يبقى نبدا نمثل خط راسي على ساعات المذاكره نبداه هنا احنا عندنا ساعات المذاكره كام ادي 15 و13 و10 ممكن نبدا من الصفر لغايه ال15 مثلا او ال صفر واحد 1 2 -3 وهكذا والخط الافقي عندنا هنسجل عليه الاسبوع عندنا الاسبوع الاول والاسبوع الثاني والاسبوع الثالث اول حاجه اللي هو محمد هنبدا نسجل سعاد باللون العمود باللون الاحمر ومحمد باللون الازرق احنا عندنا هنا نلاقي انه اول اسبوع مش مسجل في الجدول لكنه ممثل فممكن نستنتج ان الاحمر ده بيبقى سعاد فسعاد اول اسبوع الاسبوع الاول عملت 12 ساعه ممكن لو احنا هنا كتبنا 12 ساعه طب محمد محمد اول اسبوع كان 15 ساعه وابدا ادون اه بعد كده وابدا ادون باقي البيانات اللي عندي احنا قلنا سعاد باللون اه الاحمر عندنا سعاد تاني اسبوع كانت خمستاشر يبقى تاني اسبوع سعاد كانت خمستاشر يبقى باللون الاحمر نبدا ندون سعاد خمستاشر ادي هنا سعاد طب وتاني اسبوع محمد كان ايه وتاني اسبوع محمد كان تلتاشر نبدا هنا جنبها عمود مزدوج كده لغايه التلتاشر هنا كده لغايه هنا كده طيب الأسبوع التالت الأسبوع التالت كانت سعاد عشرة سعاد باللون الأحمر كانت عشرة فين العشرة؟ أيوه العشرة هنا كده، وبعد كده الأسبوع التالت كان محمد تمانية ومحمد باللون آآ الأزرق آدي تمانية يبقى إحنا كده قدرنا نمثل البيانات بالاعمده المزدوجه اللي هم فيهم اتنين يبقى ده اعمده مزدوجه والمثال السابق كان اعمده يبقى ده كان اعمده وده كان بالاعمده المزدوجه وبكده نكون انتهينا من درس النهارده انتظر صديقكم واستفساراتكم على الدرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نفهم نتعلم ببساطه